صباح الخير. اليوم قررت أعمل ميك اب لونه أحمر. الساعة 7:30 الصبح، حنا أول واحد في بالبيت، فالساعة 5 الصبح وفيقني، طعمنا، غيرنا له، لعبنا معه، دور ماما إنها تعمل ميك اب. سو اليوم اللون الأحمر حيكون البطل، لأنه حسب ما بتخيل إنه رح ألبس أحمر، فستان أحمر. نحدد حوالين حواجب. بتعرفوا انه الواحد من مرضى لمرضى، طبنا من الكورونا، هلا حاسة حالي مخنقة طول الوقت مع انه الكورونا تيست طلع تبعي نيجاتيف. اوكي خلينا نعمل كونتور للوش هيك، نفس الشي من هون، نفس الشي من هون، شكله بتاعه بترفض وعي. نعمل كونتور بلندينج تايم. سو مدام حنا بلش يعمل هيك، يعني هذا الفيديو حياخد مينيموم 4 ساعات لخلصه. انا مفكرة الساعة 7 طلعت الساعة 8:30، فلازم اخلص الميك اب. بحس اصعب مرحلة بالميك اب هي البلندينج، تبعت الكونسيلر وتبعت الفاونديشن. نعمل كمان بلاش. يوم ما احنا عاملين بلندينج وعاملين، سو خلينا نعملهم مع بعض. اوكي من فوق كمان نظبط شوي الكونسيلر ديل شوي. هاي حنون I love you. Another blending. بلشت ايميلات الشغل توصل، حواجب كتير مهمين. رح اعمل شوية كونتور. شوية بلاش مثل هيك. هاي المرحلة كتير مهمة انكم انتو بتشوفوا شو بدكم. بدي اجيب لوس باودر عشان نبلش عيون. رح استعمل هيدا اللوس باودر من شي جلام. كيف انا بفتح اللوس باودر؟ بهالطريقة. بجيب بيوتي بلندر، باخد هيدا وهيك نفس الشي. شايفين اللي ما عاجبيني هاي وانا ما بحبها هون؟ شوية لوس وخلصنا، طلع خفيت. رح استعمل هيدي الباليت، فيها الوان على حمار. رح اخذ هيدا اللون اللي هو زي احمر. بلش اجان ناخذ اللون الاحمر. هاي نعومة، رح اعمل ميكس بين هاي وهاي واحطه هيك على كل جفن العين. اكشلي بحس لازم ادخل الجولد في الموضوع. خليني اعمل ايلاينر. ايلاينر تايم. يلا جاي جاي. الحزوقة من عند الولد اللي بتيجي بهيك عمر معناتها انه مدشة كويس. في ناس بيقولوا معناتها انه بردان. كنت عم دور على تلزيق وعلى موش. نحط التاني وننزل نعمل قهوة. يلا هيدي النداء الاخير. خلص خلصنا. خلينا نشيل هول. طيب ها بسرعة بسرعة. يلا نازلة اعمل بريكفاست، نظبط وضع حنا ورجعت لكم. وقبل ما نعمل قهوة مغلية لازم نشرب واحد اسبريسو. كل السكر طبعا. وهيدي لقيت جوزي عباله بيض مقلي. تعالوا نقلي له بيض. عبالك بيض عيون؟ يس. يلا زبدي نحط شوية زيت زيتون فوق الزبدي. هدول البيضتين هدول
ما يغليتها هي دم مكدوس من الضيعة. طلع قد صغيرة الحبة قد اصبعي هيك. جوزي فيترو وهيدا خبز الشوفان صحتين محروقة؟ لا صحتين دكتور فود. صباح الحب. القهوة المغلية وهي القهوة الثانية. تعالوا نرجع نخلص الميك اب ونلبس. معي 10 دقايق. أما سوبر وومن، كل النساء سوبر وومن. حنا اليوم عنده فاكسين بس مو هلا، بعد الظهر. وهون تريت باودر، شي جلام مسكارا، رح احط ابيض من هيدا، نفس الشي. ها الاي لاينر بده زبيط. عندي هيدا الهايلايتر اللي انا بحبه كتير صراحة. اوكي خلنا نعمل خلنا نحط هيدا الليب لاينر. رح نستعمل تنت، ثلاث انواع من شي جلام. اول شي هيدا، في عنا هيدا ليمون وهيدا ستروبري. ناخد الستروبري. رح اغير ثيابي، ستيك سبراي. عندي هيدا الدرس الاحمر رح البس واجيكم اياه، ورح البس هيدا الكولون تحتي. هيدا هو الدرس. دكتور فود الميك اب حلو؟ قمر. اللبس حلو؟ قمر. تاني بوسه. I love you.